اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قمه علميه كبيره في عالم اسم عالمي كبير في عالم الجراحات. هاني ركز على السرطان، يعني هو اتكلم على الورم الخبيث، لكن خلينا نوسع السبيكترم اكتر ونوسع الفهم اكتر. احنا نتكلم عن النزيف. النزيف في الطب يا جماعه، وكلام لشباب الاطباء، كلام لطلبه الطب، كلام للمرضى. دايما كنت اقول للشباب اول ما تسمع كلمه نزيف، احنا هنتكلم النهارده عن النزيف الشرجي، دايما فكر في مصطلح كده انا كنت اخترعته اسمه هات H-A-T، ست حروف اهو. ست حروف هم دول الست اسباب المشهورين للنزيف. ايا كان نزيف من المناخير ابستاكسس، فكر في هات، نزيف في المخ فكر في هات، نزيف بالجهاز الهضمي فكر في هات. ايه هم الهات دول؟ الاتش الاولاني هايبرتنشن، ضغط الدم العالي. صحيح صعب ان يوصل لمرحله نزيف من الشرج، لكن في حالات ريكوردد ان من الضغط العالي قوي حصل نزيف في الشرج. الايه انيوريزم، عيب او يعني عيب فاسكولار، عيب في الاوعيه الدمويه، اوعيه دمويه فيها مشكله، يبقى الضغط والايه الانيوريزم. التي تروما، خبطه، حادثه، حد اتخبط في الحته دي، سواء الخبطه دي خبطه في حادثه او خبطه في عمليه، واحد بتعمل عمليه اتخبط او شيء من هذا القبيل، يبقى اتش اي تي. الاتش الثانيه هيموراجيك بلاد ديزيز، امراض الدم اللي فيها فرص نزيف، ودول امراض مشهوره جدا، هيموفيليا والبربرا، الحاجات المعروفه في امراض الدم اللي التجلط والفرص النزيفيه فيها عاليه. الايه الثانيه انتي كواجلان، واحد بياخد بكثافه مضادات تجلط، بتعمل نزيف؟ اه بتعمل نزيف في طبعا اكتر من مناخير، اكتر نزيف من الجهاز الهضمي العلوي، لكن في الجهاز الهضمي السفلي برضه ريكوردد ان في حالات صح قليله من كتر ما خدت انتي كواجلان. اخر واحده هي اهم واحده، تيومر، تي الاخيره بقى ورم، اللي هي اساسا هتبقى اكيد جزء كبير جدا من حوارنا اليوم. طب تعالوا نفهم اكتر هذا النزيف ونقرب منه اكتر مع القمه العلميه والعالميه الكبيره والاسم العالمي اللي بنفخر بوجوده معنا في الدكتور، اسم نفتخر مش بس احنا، اي منصه اعلاميه اكيد بتفتخر بوجود استاذنا الاستاذ الدكتور اسماعيل شفيق، استاذ ورئيس قسم جراحات القولون والشرج كليه الطب جامعه القاهره، والرائد القدير على مستوى مصري وشرق اوسطي والعالمي في علاج الامراض الخاصه بامراض القولون والشرج والحوض، صاحب اكثر من 250 بحث علمي في الكبريات الدوريات العلميه العالميه. اهلا بيك يا استاذ. اهلا دكتور ايمن. ايه النور ده؟ ربنا يخليك. ما هو النزيف؟ والله انا عايز افهم الناس حاجه مهمه قوي، ان النزيف ده الارم سيستم مهم قوي ربنا خلقه. يعني ربنا خلق في جسمنا بعض الاجهزه الانذار المبكر لمصايب، وممكن مش مصايب، لكن النزيف من الحاجات الخطيره اللي لازم تنذر بشيء مش لازم يكون طيب. طبعا في اوقات كتير بيبقى مش حاجه خطيره، لكن اوقات كتيره مصيبه. النزيف على قد ما احنا نقول ان هو ممكن يكون خطورته زيرو، وممكن تبقى في نفس الوقت خطورته 100، ممكن يبقى كارثه وممكن يبقى ولا حاجه. اللي لازم يفهموه الناس ان الدوره الدمويه بتاعتنا دي دوره مغلقه، يعني الدم ماشي في اورده وجوه القلب، وبتتفرع هذه الاورده تخرج من القلب وترجع القلب، تلف في كلوز سيركل لا يمكن هي تخرج براها. اول ما تخرج من هذه الدوره يبقى في مشكله وخلل كبير جدا. الخلل ده بيبقى ناتج عن ايه؟ يا اما عن قطع، انا طبعا الاسباب اللي انت قلتها دي جميله جدا، بس دي اسباب بطنيه. ما هو انا بتاع بطنه. الاسباب الجراحيه عندنا مختلفه شويه، لان كل ناس لهم وجهه نظر في البليدنج، في النزيف. فالنزيف من عندنا لا، في حته تانية خالص. طبعا احنا حطينا حتى الهايبرتنشن اول حاجه، الضغط الدم العالي، لكن انتوا مش عندكم اول ما حاجه، ما عندناش اول حاجه خالص. يعني الانال بليدنج ده اول حاجه في الهيمورايدز. ما هو فصل عندنا اللي هو عيب في الاوعيه الدمويه، اللي هي اللي جواها ده اهي. بس الهيمورايدز دي ممكن تبقى سرطان، وممكن تبقى التهابات وبائيه، وتبقى حاجات كتير. لكن المفهوم العام للعيانين لازم يبقى فاهم ان هو ما ينفعش الدورة الدموية بتاعته تخترق. الدورة الدموية دي محفوظة ومقفولة ومغلقة، لا يمكن هي تخرج. اول ما ينفلت منها جزء اعرف ان في مرض.
كلمة واحدة. المرض ده بقى جاي ازاي، جاي منين، جاي فين، ده هو ده اللي احنا هنشتغل عليه ونبحث عنه. لكن مش المفروض يبقى فيه اي تسرب دموي في الجسم كله، الجسم كله ناشف دراي. ايه النزيف الجراحي؟ النزيف الجراحي هو النزيف طبعا عندنا حاجة كبيرة جدا بس مش في مكان هنتكلم فيها الاول دلوقتي، هو بتاعة الاصابات. الاصابات دي حوادث العربيات والسكاكين والمطاوي والاسلحة وضرب النار، دي قصة معروفة وبجانب اخر. لكن في الامراض بقى الجراحية بتاعتنا اللي هو النزيف الجراحي بيبتدي زي ما قلنا، احنا عندنا اكتر حاجة بتنزف هي المعدة والمستقيم وقناة الشرجية، دول اكتر حاجتين فيهم نزيف. المعدة اشهر حاجة فيها ان هي يجيلها قرحة، ودي منتشرة انتشار صحيح، والقرحة توصل لوريد دموي، فالوريد الدموي يروح نازف على طول. اول ما القرحة تلقط في وريد دموي ممكن في بدايتها تلقط وممكن تقعد سنين عبال ما تلقط وتنزل لغاية ما توصل للمستقيم، يبقى في بواسير او شرخ شرجي او نصور شرجي، دول اشهر ثلاث حاجات موجودين، ويروحوا عاملين نصف شرجي. وفي بواسير بتعمل نزيف مرعب يصل ان انت تخش بيه طوارئ وتحتاج نقل، يعني الانسان اللي يحصل له يحتاج نقل دم. وفي اختلاف بين المعده والمستقيم، المعده عمر ما الدم ينزل لونه احمر، لازم ينزل لونه اسود او بني. فلازم برضو المريض يفهم ان الدم اللي جاي من الامعاء الصغيره دايما دم اسود، الدم اللي جاي من القولون دايما دم احمر فريش. التاريخ المرضي شيء مهم جدا في كل التخصصات. ايه قيمه اخذ تاريخ مرضي من المريض اللي بينزف؟ يعني عيان جالنا بيقول لك والله انا بقالي 3 اشهر البراز بتاعي ابتدى يتغير، والبراز ابتدى يجي لي نوع من انواع الامساك وبقى فيه صعوبه شويه في الاخراج، وابتدت بطني تتنفخ الى حد ما، وبعد كده بقعد احزق فترات طويله عشان اقدر اخرج البراز، وده عمال يزيد ولا يتوقف، واخد ملاينات ما بتحسنش تقريبا نهائي، ومره واحده راح جاي له نزيف. تتوقع منه ايه؟ سرطان في الجانب الايسر عاده من القولون على طول، او في المستقيم في الجزء الضيق. واحد التاني يقول لك لا انا عندي مخاط بينزل بطريقه رهيبه، والمخاط ده هو حتى البراز معرق بالمخاط ده، مخاط ده زي اللعاب معرق بيه، ودايما البراز بينزل سلسه، ومره واحده راح حصل نزيف. من اتوقع ان ده التهاب تقيحي في القولون، لان دايما التهاب القيحي معاه كميات كبيره من المخاط، وهكذا تبتدي التع. واحد يقول لك انا عندي كان حته ورمه في القناه الشرجيه ومره واحده انفجرت ونزل بعديها دم كتير جدا، في الاغلب ده كان خراج وفتح ونزل نوع من انواع النزيف. دي قيمه الهيستوري. طيب الاسباب الجراحيه، احنا شوقنا الناس انه النزيف له اسباب جراحيه. اسباب الجراحيه احنا بنهتم جدا بالقولون، من اكتر الحاجات اللي فيها مشاكل. دايما نقول للناس ائمنوا من الامعاء الصغيره، الامعاء الصغيره ما بيجيش فيها سرطان بس بيجي منها نزيف، واشهر حاجه نزيف فيها العيوب الخلقيه زي الميكلز. في عندنا مرض اسمه ميكلز، ده بيبقى النتوء بيجي في الامعاء الصغيره وده بيعمل نزيف، وبيبقى في الناس الصغيره في الشباب. لكن القولون يبتدي فيه اشهر سبب موجود فيه هو السرطان، سرطان انتشاره ساحق دلوقتي، وسواء يعني خلينا نقولها الاورام ان جنرال، اورام سواء الحميده او الاورام السرطانيه. الاورام الحميده بتنزف برضو بتعمل نزيف لان بتبقى النتوءات كده ويبقى جدارها خفيف، وخاصه نوع مشهور بيبقى عامل زي الشعر اسمه فيلاس ادينوما، بيبقى مليان شعر كده، والشعر ده بيرمي ويتزرع، بيبقى عامل زي النجيله اللي بتتملي داير داير، وده بينزف نزيف صعب جدا وعلاجه بيبقى فيه ارتجاعات كتير جدا.
ونفضل بقى في القولون للتقيحات، للنتوءات، للكرونز، للدايفرتيكولار ديزيز اللي هي النتوءات موجوده في القولون الايمن، للبواسير، للشرخ الشرجي، للنصور. وبعد كده في بقى حاجات غريبه تيجي بقى في القولون تستغربها قوي، تعمل نزيف ضخم قوي. يبقى عنده المريض ده هو عيب خلقي في الشبكه الوريديه، يبقى عنده هيمنجيوما. الهيمنجيوما ده عيب خلقي في الاورده او الشرايين الموجوده في الجدار، وتيجي عند سن الثلاثينات وتروح ناسفه ونزيفها ساحق رهيب يصل انت ممكن تدخل المريض وتستأصل القولون. دي اشهر الحاجات، من اشهر الحاجات. الناس كتير مش عارفه قيمه الفحص الفيزيكال اكزامينيشن، لانه في التكنولوجيا على فكره برضو، في كتير من التخصصات خلت التكنولوجيا تطغى على كلمه الفيزيكال اكزامينيشن. طبعا الفيزيكال اكزامينيشن مهم جدا، لانك انت منه هتاخد التكنولوجيا دي هتطورها. ما انا مش معقول ان المريض جاي لي وانا ما عملتوش فيزيكال اكزامينيشن كويس، فهاجي اروح رصص له كل الاشعات وكل التحاليل اللي مطلوبه. ما ده لا قيمه له. يعني انت بتعمل تكلفه رهيبه جدا للمريض وبتضيع وقته عبال ما تشخص، بتاخد وقت طويل. لكن الفيزيكال اكزامينيشن على سبيل المثال، انت لو بصيت لوش المريض تلاقي المريض بيل، فده باهت. معناه الراجل ده بينزف. انيميا وصل لمرحله وانيميا عنده عنيفة. 4 و5 عنيفه جدا جدا، وده ناتج عن هو حتى مش حاسس بيها ومش حاسس عنده حاجه، وممكن مش عارف ان في نزيف. فده بيكون عاده من القولون الايمن، بيكون عنده ورم سرطاني متقيح في القولون الايمن ويبتدي عمال ينزف 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 ينزف. ده في اورام غريبه قوي بتيجي في الزايده زي الكارسينويد وبتسرق المريض. يعني يجي في راس الزايده كارسينويد يبقى حجمه بتاع سنتي، تمام، وبعد كده يفضل يكبر واحده 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 لغايه ما ياكل القولون. الكارسينويد من الحاجات العنيفه جدا في النزيف، بتصيب وفي النزيف طبعا، النزيف بتاعها عنيف عنيف جدا. لوكالايزد مالجنسي. وفي فيها سكولز كتير في العلاج بتاعتها ومدارس، وفي جايد لاينز كبير قوي في الكارسينويد. لكن هو من الامراض الصعبه، وخاصه ما بيجي في سن الصغير. بعد كده العيان لازم بقى تفحص مستقيم كويس، تكشف عليه كويس، سواء بالانوسكوب، يبقى عندك انوسكوب كويس تبص على المستقيم اللي هو منظار، منظار صغير في العياده، مش المنظار الكبير اللي يا دوبك على قد القناه الشرجيه والمستقيم. الكشف اليدوي مهم قوي على المريض، كشف على البطن عشان ممكن تجد اورام كتيره جدا. بعد كده بتبتدي تشوف العيان ده انت عايز اكسبكتيشن، توقعاتك ايه، 1 2 3، وتبتدي تحاول تغطيهم بحيث ان هو يبقى تشخيص واحد فقط لا غير، ما يبقاش 500 تشخيص. الابحاث المهمه بالانفستيجيشن المهمه بالدكتور، شوف الحوض احنا بنعشق فيه الرنين. الرنين المغناطيسي ده في الحوض، ان الحوض كله انسجه والياف، لو عملت اشعه مقطعيه ما تظهرلكش حاجات كويسه. لان الاشعه المقطعيه تظهر لك الحاجات اللي فيها بونز وفيها عظم وفيها سكيلتون ستراكشر اكتر، لكن الانسجه الرخويه الضخمه اللي موجوده في الحوض دي ما تظهرش غير من الرنين. فاحنا دايما بنحب في الحوض نعمل الرنين ونعمل ابحاث كتيره، والابحاث دي هي برضو ان احنا نعمل تحليل للبراز ونشوف نسب الدم الموجوده فيه، نسب المخاط الموجوده فيه، نسب المدد الموجوده فيه، نسب اي انواع من الطفيليات اللي ممكن تسبب برضو نزيف شرجي. خليني بقى نقول يعني دي اهم الفحوصات اللي بنطلبها. الاساليب العلاجيه بقى، شوف العلاج احنا طبعا الحسب العيان، العيان ده في نزيف بسيط ولا نزيف متوسط ولا نزيف شديد. اللي جاي لك بنزيف شديد ده داخل طوارئ، يعني انت دخلته في ساعتها لازم تعمل له الاسعافات الاوليه، من ان انت بتدي له محاليل وبتدي له دم وبتدي له بتدي له بحيث تستعيد هذه الكميات. وفي اوقات ما تقدرش تنتظر حتى للابحاث ان هي تنتهي، لازم تخش تتدخل. يعني ساعات النزيف بيبقى هيرويك، يعني تيجي حالات زي مثلا التقيحات القولونيه، تجد بنت عندها 19 سنه جايه لك ببليدنج رهيب من الالسيف كولايتس، تدخلها تبتدي تدي دم
بتبتدي تحقن كورتيزون بكميات كبيره في القولون لوكال، تحقن وممكن تدي سيستميك كمان في الوريد. تاج النزيف ما بيوقفش، فبتضطر ان انت تخش تعمل استئصال كامل للقولون عشان تخلص من القصه دي. او ورم سرطاني وعامل تقيح ومره واحده راح ايه فاتح في الشريان وانت مش عارف تقفله لا بالمنظار. فبنتدخل الاول بالمنظار الكولونوسكوب، ده بيعمل كي لنقطه نازفه، والنزيف ده هو داخل بالكولونوسكوب بيعمل له كي بالمنظار، بيكوي بالمنظار اللي من الشرج وبيعمل له كي لكل المنطقه دهيت، مع ان ده هو ورم هو لسه ما اتشالش، لكن هو بيعمل له كي جامد جدا لل عشان دي امرجنسي امرجنسي طوارئ هينزف لغايه لما يشوف، ومهما اديته دم مش هتوصل. وفي وقت معين بيخش العيان في حاجه اسمها دي اي سي. ياه دي اي سي ده مخيف، لان ده نزيف شغال وانت بتستعيد دم. فالديسمينيت انتر فاسكولار كوجلوباسي ده بيحدث تحلل، الدم خلاص بيسيب بيبقى ميه بيبدا يتجلط تجلطات وبعدين يفك فجاه. اول ما يفك فجاه خلاص ما فيش ليه تقريبا علاج. دي اي سي بتبقى علاجها شيء صعب جدا. ده الاسلوب العلاجي في الامرجنسي. ده في الامرجنسي. في النزيف بقى المتوسط والبسيط. المتوسط ده عادة بيبقوا حاجات اغلبها بتبقى حاجات مزمنة. يعني ايه؟ يعني تلاقي عنده مثلا بواسير بقى لها سنين، عنده دايفرتيكولار ديزيز نتوءات في القولون بقى لها سنين طويلة، عنده نواصير برضو بقى لها سنين طويلة، عنده التهابات انفلاماتوري باول ديزيز من فترات ايه طويلة. ما بيبقاش هذا الحاجة اللي هي زي السرطان. السرطان أصله أنا دايما أشوفه في حالتين، ينزيف شديد ينزيف ضعيف اللي هو الأوكلت بلاد. الوسط ده نادر إن هو يحصل ليه، ما بيبقاش كتير قوي. بيحصل دايما في البواسير الدم المتوسط. فالعينين دول أول حاجة بنعملها لهم إن احنا نطمنهم تطمينة شديدة جدا، ونبتدي نخش نعمل لهم منظار. المنظار هايل في القصة دي. المنظار من أجمل الحاجات اللي تخليها لك، بالذات لو عملته في ساعتها، لأن العين بيبقى عنده حالة قلق شديد. بتشخص بيه، بتشوف إيه السبب، وعلى أساسه بنتم العلاج على طول مباشرة. يعني العلاج في الحالات الدم دي إحنا مش عايزين ننتظر، لأن الدم ده بيخلي المريض في حالة يرثى لها. أصل بالذات لو الدم ده مصحوب بألم، يعني في مرضى يجي لهم مع الدم ألم شديد جدا. يعني تلاقي عيان الدايفيرتيكولار ديزيز ينزف ويجي له كوليك شديد قوي، بتاع الأرثرف كولايتس ينزف ويجي له آلام شديدة جدا في البطن. فالالتهابات القولونية مع آلامها مع الدم بيبقى حالة المريض العامة شبه شقط، في حالة صدمة من الحالتين، لأن احنا عندنا صدمة عصبية وصدمة دموية الاثنين دول. فهو ده المريض بيصاب بيها بشدة، ودي بتبقى خطيرة جدا ومهمة قوي ان انت تعالجها بدري. الدم البسيط ده بيقلقك لانك بيحيرك، اللي هو كميات اللي هي ما انتش عارف لها، هل دي شرخ، هل دي، طب انت كشفت ما لقيتش شرخ، تمام، مع ان ممكن يكون في شرخ صغير قوي مش واضح بالكشف الكلينيكي. طيب البواسير مش باينه، بس ممكن يكون في حاجه صغيره جدا مش باينه. فبتجد دايما بيبقى الجراح في تساؤلات، ويكشف على المريض سنه 35 40 سنه، سن ينفع يجي فيه اورام، وينفع فيه التهابات قولونيه، وينفع يحصل فيه تكيسات، ويصعب فيه حاجات كتير جدا، وينفع يبقى في شرخ صغير قوي. طب هتعمل له ايه؟ وتيجي تقول له تعمل منظار. النهارده التكاليف الحاجات دي بقت صعبه، وفي الاخر يكون شرخ، بس انت عايز تامن المريض بتاعك باي شكل، ان القصه بتبقى في بعض الاوقات خطيره، انت مش عارف توصل لها وتجيب لها حلول مرضيه. ساعات المريض بيقول لك لا ده بيعملوا عليا شغل. طبعا يعني نطلب له منظار يقول لك لا ما كانش، ما هو ما فيش حاجه في المنظار، طلع بس هو كان المفروض يعمل منظار. هو انت بتعمل المنظار لتامين الـ 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 يعني انت ما بتعمل
بتجيب امن في المكان سيكيورتي. انت مش المكان المفروض كل يوم بيتسرق، فانت السيكيورتي مش بيخش الحراميه كل يوم، ده لو حصلت كل 10 سنين مره ممكن ممكن السيكيورتي ده يقعد يحرس العمر كله ومفيش سرقه تتم ومفيش، مش هتيجي في الاخر تقول له انا كنت بدفع لك مرتب ليه بقى؟ بالظبط، يعني انا عملت لك المنظار اللي انت عملت لك منظار عشان امنك. انا يعني عملت لك منظار عشان لو كان في حاجه ساعتها مش هيبقى فيه يعني هو السيكيورتي مرجعيه، يعني مش هنعرف نرجع. هو السيكيورتي بتاعت المبنى هو المنظار والاشاعات والابحاث والكشف المستمر. وانا دايما اقول للعيانين يعني حافظ على صحتك، انت بتجيب عربيه جديده بتقلب الدنيا لو اتخبشت، فما بالك جسمك بيتخدش وتخبط وتعمل او بينزف وانت سايبه. يعني عربيتك لو العربيه بتنقط زيت هتسيبها؟ لا طبعا. طب وانت بتنقط دم وسايب نفسك وماشي؟ وفي قيء دموي، في ناس بتعدها فوميتنج بدم وبيسيبوه يعني قاعدين ساكتين وعندهم فوميتنج مستمر ريبيتد، وده مصيبه عشان بيغير البي اتش بتاعت الدم عشان الاسيد اللي بيفقده. وبرده ساكت وبيقول لك لا انا ماشي كويس ومفيش عندي مشاكل. وكرشه نفس بتسكت، وفي الم في الصدر بيتسكت عليه، كل حاجه بتسكت عليه. ويستمر في التدخين؟ لا، التدخين ده اقول لك هو ده يعني. طب احنا هنروح لبدلتين، بدله الزرقاء وبدله الحمر. بدله الزرقاء مين يلبسها؟ شوف التعامل مع النزيف. النزيف ده لو ما تعملش معاه الجراح بكيرفول رهيب وبميزان بحرص شديد وميزان من الذهب، ممكن يضيع المريض بتاعه. وياما عيانين ضاعت عشان ما كانش فيه ميزان جيد من الذهب. ياما عيانين اتخذ الموضوع ببساطة واتقال ده بواسير ومشي ورجع بسرطان، وكان هو اوريدي عنده سرطان كبير جدا وما تعملوش منظار. والبدله الحمراء دي تتلبس فعلا للجراح اللي يستهين بالنزيف ويدي تشخيص ببساطه بدون ما يجتهد فيه. ولو العيان رافض يعمل الابحاث يقول له انا رافض اعالجك، بس زي ما هو رافض وانا رافض برضو ان انا اكمل العلاج بشكل غير منضبط. البدله الزرقاء طبعا يلبسها المريض. ومش عايز اقول لك ان البدله الحمراء برضو يلبسها المريض برضو، لان هو لو بيجي له نزيف وساكت عليه وبينزل اجزخانه ياخد مراهم بالنزيف مراهم توقف، او بياخد ادويه توقف النزيف زي الحاجات اللي بياخدوها دكتور كابرون سايكلوكابرون والحاجات ديت والدفن والحاجات دي. ده في عالم النساء ده موال، يعني في ستات عندهم فيبرويد وبياخدوا الحاجات دي وسايبين الفيبرويد. ده هو بقى انت عارف النزيف في الستات يخوفك. الستات متعوده على ان في دم بينزل، فمتعوده على النزيف. فما بيجي لها نزيف شرجي ما بتبقاش مرعوبه زي الراجل. الراجل بيترعب بسرعه، ما يجي له شويه دم كده من الشرج بيجري يهرول. الستات لا ما تهرولش، بتقول لك هيقف هيروح هيعمل، يعني بتتحايل عليه. الجمله اللي قالها استاذنا الاستاذ دكتور اسماعيل بيه دي جمله مهمه جدا جدا. اذا المريض رفض انه يمشي معاك في طريق الانفستيجيشن لازم يكون ليك وقفه قويه معاه، مع المريض لازم تهزه جواك، ولازم يبقى عندك السيطره عليه. يعني في مرضى تقول لهم اعملوا الفحوصات دي، فيروح ويرجع لك بعد في الاستشاره مش عامل اي فحوصات، او عامل فحوصات معينه عند واحد صاحبه غير اللي انت طالبها او مختصره خالص على اللي انت طالبها. وهما يعني للاسف في ناس كتير بقت يعني تشغل دماغها مع الطب، ودي كارثه. يعني ممكن واحد يشغل دماغه مع مثلا اي حاجه، بعمل مكتبه بعمل انتريه فبشغل دماغي، فبروح اجيب خشب بمعرفتي وبعمل الانتريه بمعرفتي، او بجيب جهاز فبروح انقي جهاز صيني مثلا ولا جهاز اي حاجه يمشي الليله يعني. لكن في الطب ما ينفعش اشغل دماغي. انتوا فاهمين يعني ايه اشغل دماغي؟ يعني ما ينفعش اعمل فهلاوي فيها. الفهلاوه في الطب بقى اللي هي لا هم طالب حاجات كتيره قوي. طب ما انا شايف انه بلاش غده وبلاش مش عارف ايه وبلاش صوره الدم دي، ما انا عملتها من 7-8 شهور واعمل الحاجات اللي فاضله دي مثلا. ناس كتير بتغلط الغلطه دي، واللي بيغلط قدامهم كمان شباب الاطباء اللي ما عندوش السيطره على مريضه. لازم يبقى عندك سيطره على مريضك، والسيطره دي اللي هي انت ما تمشيش معاه يعني في بالبلدي كده ما تمشيش معاه في طريق الضلال. كان في مثل زمان يقول لك انت تنصح صاحبك من المغرب للعشاء، اتعظ ما اتعظش، امشي معاه بقى من العشاء في البلوه اللي هو ماشي فيه. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده ما بيتطبقش في الطب. انت بتنصح مريضك من المغرب للعشاء،
افرض هو ما اتعظش عايز يمشي في بلوه، لا قول له لا انا مش همشي معاك، انت ماشي غلط. قول له انا طلبت لك منظار، ما عملتش منظار ليه؟ معلش يا دكتور انا بخاف من المناظير، ما تعالجني بقى من غير مناظير. في ناس بتقول كلام جنان اشبه لبيت جنان، والجنان ده لازم يتوقف يا جماعه. ما تحطوش مناخيركم في الطب ارجوكم، زي ما احنا وكل الناس ما بتحطش مناخيرها في الكهرباء. كهرباء يجي، كهرباء يجي يقول لك انا هوصل هنا لهنا، محدش بيبتكر مع الكهربائيه. حضرتك انت قلت اللي عنده زيت بينقط في العربيه، محدش بيبتكر مع الميكانيكي، محدش بيشغل دماغه على الميكانيكي. هو لو عنده زيت بينقط عربيه بيجري بسرعه، ما بيستناش تاني يوم ويبقى عنده نزيف وبقاله شهرين قاعد ساكت. نورت يا فندم. ربنا يخليك. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور اسماعيل شفيق، استاذ ورئيس قسم جراحات القولون والشرج بكليه الطب جامعه القاهره، رائد القدير على مستوى مصر والشرق الاوسط في علاج امراض القولون والشرج والحوض، صاحب اكثر من 250 بحث علمي على مستوى الدوريات العلميه العالميه، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، كان ضيفا في الدكتور. نورت الدكتور يا فندم. شكرا. خليكوا دايما مع الدكتور.